كان مصاب بالمكافحة، وبعدين صدمة الشقة لما اتحرقت والمشاكل اللي كانت عندي، بس الحمد لله خدت العذاب النهائي. دور النقابة يعني هي الموجودة في خط النفسية، دور النقابة في ايه في الفترة الأخيرة؟ لا هي مش في اللحظات الأخيرة، احنا من البداية معايا فنان لما بيتعب ما بنسيبش حد، لأن احنا عندنا 11 شعبة وفي 3000 عضو ومعاهم كلنا وكل أعضاء المجلس من نقيب لأصغر واحد بنبقى معاهم، بس يمكن أنا لأن كان شغلي قليل الفترة اللي فاتت فكنت متواجد مع معظم زمايلنا اللي توفوا، لأن كان عندي وقت ما عنديش وقت ما عنديش شغل، ويعني ربنا يدينا ساعة سهلة من عنده ونلاقي اللي يوصلنا. معظم الفنانين جايين فورمال النهارده، شايفك جاي تجربة حاجة غريبة جدا. أنا من امبارح ما نمتش مع خليل مرسي الله يرحمه، من امبارح وأنا في المستشفى كان عندي حاجة بخلصها لسه خلصها من ساعتين تقريبا، فطبعا أنا عشان وفاة برضه الدكتور خليل وتصريح الأهداف وتصريح الخروج من المستشفى، يعني مواضيع كده بتبقى موجودة، يعني أهل المتوفي بيبقى فيه صدمة ما بيعرفش إيه الموضوع، فأنا ببقى عارف الحاجات دي بحكم إن أنا عم بتأمل موجودين ثلاثة أربعة خمسة، فأنا جاي من عند خليل مرسي السلام الدولي وجاي أعزف الأستاذ سعيد وعايز أروح. البقاء لله. الدوم لله وربنا يرحمه.